أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يذكر بعض الناس أن يوم الخميس في أن صومه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلا يستحب صومه، فما صحة هذا القول؟ هذا غلط، بل ورد صيام يوم الخميس وهو تطوع، ما هو واجب. من صامه فله أجر ومن تركه فلا حرج عليه. والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، صوم يوم الخميس من فضائل الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. ولا ينبغي الإنسان يشكك الناس ويهون عليهم العبادات والتطوع، ما ينبغي له يعمل هذا العمل هذا. نعم.